قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن حصيلة ضريبة الملاهي على مستوى الجمهورية خلال يوليو الماضي بلغت نحو 24 مليون و500 ألف جنيه. وقالت إن ضريبة حفل دي جي العالمي أرمن بلغت 1,223,000 ألف جنيه، وأقيم الحفل بسفح الأهرامات بحضور نحو 6,000 مشاهد. والآن فاصل ونواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، ومن بعده دفاع كوريا الشمالية عن صواريخها البالستية. تابعونا.